سارة، متى حنبتدي؟ تفضل أستاذ أمل، إحنا لايف الآن. نقدر نبتدئ. يعطيك العافية، السلام عليكم جميعاً، أهلاً وسهلاً فيكم. نرحب بمدربنا المهندس فارس، ونعطي له المايك للتعريف عن نفسه وبدء الجلسة التدريبية المباشرة لمعلمين تعليم منطقة القصيم. حياكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نورنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والوهم، ونور أبصارنا بالعلم وافتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا يا ربنا من عبادك المجتبين المصطفين الأخيار، واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله لقاء بسيط وخفيف، وبإذن الله تتحقق الفائدة المرجوة من هذا اللقاء. أنا المهندس فارس، مدير إدارة السلام في الشركة الوطنية للتربية والتعليم. الشركة الوطنية للتربية والتعليم هي شركة مساهمة، وهي تدير مجموعة من المدارس الأهلية والأكاديميات العالمية، من ضمنها مدارس التربية النموذجية ومدارس الغد ومدارس الخوارزمي، متواجدين في منطقة الرياض ومنطقة القصيم في بريدة، مدارس التربية النموذجية، وموجودين أيضا في المنطقة الشرقية إن شاء الله على السنة القادمة. البرنامج اليوم إن شاء الله برنامج جميل جدا ومختصر، وحنحاول قدر المستطاع أن نفيدكم بالشيء اللي أنتم تحتاجونه في عملكم، كسواء معلمين أو معلمات أو إداريين أو إداريات في مواقعكم المختلفة. برنامجنا هو برنامج امتدادي للسلامة المدرسية، حنتكلم عن محورين اثنين. أنا حشوف الأسئلة، إذا في عندكم أسئلة، عن طريق الـ Q&Answer، اللي هو Q&A، اللي هو Questions and Answers. حكون يعني الأسئلة تكون من خلال هذا النقاش. موضوع الشات ياريت يكون فقط متعلق في مثلاً يعني في موضوع أمور الشهادات، ومتابعتها هي من خلال إدارة المنصة، لأنها يمكن أكثر الاستفسارات اللي ممكن تسألون عنها. فبالنسبة للاستفسارات الفنية عن طريق الـ Q&A، يعني وأنا إن شاء الله حطلع عليها خلال نهاية الساعة في هذا اللقاء. طبعاً اليوم حنتكلم عن موضوع الإخلاء والاستجابة للحالات الطارئة. حنتكلم عن كيف نحن كشركة وطنية للتربية والتعليم لدينا إدارة متخصصة في موضوع الإخلاء والاستجابة للحالات الطوارئ. هذه الإدارة لها إمكانيات كبيرة جدا، وتتعلق في كثير من البرامج. من ضمن برامجنا برنامج الاستجابة للحالات الطارئة. هنعطيكم تجربتنا وطريقة تعاملنا مع هذه الحالات، وكيفية الاستفادة منها أيضا في أي مدرسة في منطقة القصيم أو في مناطق المملكة كاملة. طبعا نحن في البداية نعمل برامج، عشان تكونوا بالصورة. البرامج هذه جزء من المشاريع الاستراتيجية لدى الشركة،
من ضمنها طبعا إدارة الأمن والسلامة. إدارة الأمن والسلامة فيها يعني تفرعات كثيرة، فيها الحراسات المدنية، فيها الصحة والإسعافات الأولية وما يتعلق فيها بالعيادات، فيها موضوع البيئة، تمام، موضوع البيئة، فيها كثير من المتطلبات اللي ممكن تأخذ بالحسبان في موضوع برامج الأمن والسلامة. لذلك لدينا في تجربتنا في الشركة الوطنية للتربية والتعليم أكواد، تمام، أكواد. الأكواد هذه تتعلق في الكود ورموزه. لماذا كودنا أول شيء الرموز والأكواد؟ لتسهيل عملية الاستجابة لحالات الطوارئ والتواصل ما بين فريق العمل لحدوث مثلاً لا قدر الله حالة طارئة، حدوث حالة نحتاج استجابة ليها، فنكون عندنا كود. هذا الكود يوصلنا مباشرة للحالة الطارئة بدون الهلع والخوف ومعرفة جميع الموجودين في الموقع. طبعاً هذه الأكواد خاصة لنا في الشركة الوطنية، مش أكواد عالمية، نحن كودناها بحيث نتعامل مع حالات الطارئة لا قدر الله لو حصلت لدى المنشآت التابعة لنا. طبعاً نعيد ونكرر نقطة مهمة، وهذه مهم جداً لجميع الإدارات وجميع يشتغلوا في المدارس. من المهم جدا انه لما اجي اطبق اي نظام او اي اجراءات او اي برامج، من المهم جدا اني ما اجي واقول انا سويت دليل او كتبت معلومات ويلا طبقوه. لا، هذا مو صحيح. انت كذا كانك بتعطي معلومه بدون فهم، بدون تدريب، بدون تقييم. البرامج لازم تكون متكامله. يعني متكامله كيف؟ تضع الخطة، تضع المسؤوليات، تضع المهام، تضع التقييم، تضع التدريب، تضع أوقات التدريب، يكون في مشاركة من القيادات والإدارات المتوسطة ومستوى أي مستوى في داخل الأفراد داخل أي مدرسة أو داخل أي منشأة. فأنا أضع برنامج فقط وأقول هذه البرامج طبقوها، لا، لازم يكون البرامج متكاملة. فعندنا مثلا الكود الأحمر، الكود ريد مثلا، متعلق في الحريق. لو صار في حريق أنا أتعامل مع الحرائق. الكود بلو بالنسبة لنا حاجة مثلا متعلقة بالصحة أو وعكة صحية، أو مثلا ظهور مثلا ربطناها بظهور الحشرات الفيروس لأنها هي اللي بتأثر على الأمراض في حالة إصابة الشخص. الكود الوردي متعلق في اختفاء لا قدر الله طفل أو طفلة أو واحد الأفراد. الكود البرتقالي متعلق في الماس الكهربائي أو انسكاب مواد كيميائية. الكود الأصفر متعلق في كارثة داخلية. الأخضر هو عبارة عن إخلاء. البلاك عبارة عن عنف أو مضاربة مثلا حصلت، أو مثلا حالات مثلا قدر الله خطيرة قد تسبب أثر كبير على المدرسة. الكود الأبيض هو عبارة عن اللي هو العودة للحياة الآمنة والطبيعية اللي ممكن قد تحصل معنا. فنحن الآن نعيد ونكرر، نحن بنعيد اللي دخلوا معنا الآن بالميتينج في اللقاء، إنه نحن بنقدم تجربتنا وهي جزء من تجارب البرنامج الخاص في السنة المدرسية كشركة وطنية للتربية والتعليم. طيب، الجزء الثاني من البرنامج بنقدمه اللي هو جزئية في الإخلاء وحالة طارئ، بيانات الموقع. من المهم جدا كتابة بيانات الموقع. يعني أنا مثلا، هل أنا مرحلة أطفال، رياض أطفال، هل مرحلة ابتدائي، هل مرحلة متوسط، هل مرحلة ثانوي، هل أنا بنين بنات، هل أنا عدد طلابي أقل من 100 أكثر. التفاصيل هذه مهمة جدا لمعرفة واقع المدرسة من ناحية التفاصيل، اليوم والتاريخ اللي كتبت فيه هذه الخطة، الموقع اللوكيشن في أي منطقة في القصيم، في عنيزة، في بريدة، في البكيرية. تكتب إذا كان في عندكم أفرع تكتب الفرع. يعني هذا بالنسبة لتفاصيل الموقع اللي أنا بحتاج فيه تطبيق الإخلاء. نيجي اللي بعده، موضوع اعتماد خطة الحالات الطارئة، تمام؟ طيب، إيش هو موضوع الاعتماد بالحالات الاستجابة؟ صراحة نحن رجعنا لجميع الأدلة اللي موجودة مثلا في الكشوفات أو المراجع، لقينا أنه كثير كثير جدا ومزعج وجود اللجان. يعني لجنة حريق، لجنة مش عارف إقفال الكهرباء، لجنة إسعافات، لجنة. نحن وحدنا اللجان ووضعنا لجنة اسمها لجنة الأمن والسلامة، هي مسؤولية أمن وسلامة المنشأة
وسلامة الأفراد داخل المنشأة، ووضعنا لها مسؤوليات من ضمن هذه المسؤوليات الاستجابة لحالة الطوارئ. فمن الضروري عند كتابة الخطة كتابة اسم الموظف أو الموظفة، رقم موبايله أو الجواله ومسماه الوظيفي، وتوقيعه على أنه هذه الخطة قرأها ومسؤول عنها في اعتماد الخطة، تمام؟ فهذه اللجنة مسؤوليتها اللي هي توقيع الاستجابة للحالات الطوارئ، وهي مسؤولية يجب توقيعهم عليها بحيث أنها تكون تحت مسؤولين أفراد. ما نقول والله هي مسؤولية الكل، لا، في لجنة مسؤولية هذا اللجنة نكمل. مسؤولين الاستجابة للحالات الطارئة هم مختلفين عن المسؤولين عن اللي بسموهم اللي هم اللجنة، وممكن يكون واحد منهم، لكن في العادة نحن في إدارتنا وخبراتنا في العمل تستفيدوا منها إنه نحن عادة في عندنا حاجة اسمها مسؤولين طوابق أو مراقب طابق، تمام؟ بيكون عادة مراقبة أو مراقب داخل هذا الطابق، بيكون هذا كنترول، يعني بتحكم في جميع الموقع بحيث أي طالب يطلع من الفصل أو الكلاس أو شيء بيعرف عنه، خرج بيعرف عنه، معلم مثلا ما حضر بيكون عارف في الجداول بالترتيب، ويكون هذا مسؤول الطابق بنحط له مهام الاستجابة لحالة الطارئ، لأنه هو الموجود في الممرات، هو الموجود في الطابق، هو الموجود في الممرات الآمنة، فبنضع أيضا له مسؤولية إنه لو صارت لا قدر الله حالة طارئ هو اللي يبلغ يلا هذا الطابق إنه يخلي، تمام؟ فأيضا يوقع لهم مسؤوليات ويضاف لهم رقم جوالات ويوقعوا موجودين في أي طابق، هل في الطابق الأرضي، في الطابق الأول، نحن بالنسبة عندنا طوابق بيسمنت أيضا فيها بعض الأنشطة الموجودة. فطريقة الاستجابة الحطالة يجب أن يعطى مهام لهذا الشخص الموجود في هذا الطوابق. طيب نيجي الآن للمهام. مهام طبعا المسؤولين للاستجابة الحالة الطوارئ اللي هم موجودين في الطوابق، في عندنا مهام كثيرة ليهم، تمام؟ مهام كثيرة ليهم، من ضمن المهام إرشاد الطلبة والكادر وزوار المباني لمسالك الهروب ومناطق التجمع وكيفية الاستجابة لحالة الطوارئ، والبحث عن الطلاب لا قدر الله موجودين في دورات المياه، تفقدهم، تتأكد أنه ما في أحد داخل هذا الممر أو داخل هذا الطابق، نبه الطلبة والكادر والزوار بعدم الذعر والهلع والهدوء، تأكيد على فصل التيار الكهربائي لأنه غالبا التيار الكهربائي يكون في الطوابق أو في الممرات، لكن بالنسبة للمباني الحديثة طبعا بيكون في كنترول كامل، أصلا تغلق الكهرباء لحالها أوتوماتيكيا في حالة وصول الحريق لها، التأكد من غلق الأبواب والنوافذ، التوجه لنقطة التجمع، إبلاغ إدارة الأمن والسلامة المسؤولة داخل الموقع أو المكان والجهات المختصة والإدارات المعنية بالحالة الطارئة، التعامل مع الحرائق ومكافحتها وإسعاف المصابين، والإبلاغ أيضا عن الحال. طب إيش مهام الكادر؟ بقول لي والله المعلمين والمعلمات إيش مهامهم؟ إيش مهمتهم؟ إيقاف العمل فورا، أخذ المقتنيات الشخصية المهمة فقط وليس أخذ الشنط والحقائب، اتباع إرشادات مسؤولي الاستجابة لحالة الطوارئ، تأكد من غلق الكهرباء والأبواب والنوافذ لمنع انتشار الحريق، عدم استخدام المصاعد الكهربائية بتاتا لأنه عندنا متواجدة فيه مصاعد، التحلي بالهدوء والتعاون مع فريق الاستجابة لحالة الطوارئ، تمام؟ طيب حراس المباني والحراسات المدنية إيش مهامهم؟ يأمنوا المبنى، حفظ النظام، منع دخول غير المتخصصين داخل المبنى، منع حركة المركبات والقرب من المبنى، نبغى نعمل عشان الإخلاء، تنظيم الطلبة وإبعادهم عن موقع الخطر، تقديم مساعدة للجهات المختصة، متابعة إدارة المجمع وإدارة المدرسة وإيش الإجراءات اللي ممكن تكون في خلال حالة طارئة، مكافحة الحريق، إسعاف المصابين، وتنظيم إيقاف المركبات بالشكل الصحيح، وهو مهم في حالات الاستجابة لحالات الطوارئ. نيجي لمهام إدارة الأمن والسلامة، المسؤولية الكبرى عليها وهي مسؤولية دعم، لأنه إدارة الأمن والسلامة أو إدارة الأمن والسلامة في القطاعات أو في الجهات الحكومية أو في القطاعات الخاصة إدارة بتكون مركزية، لكن مهمتها يعني توجه وتدعم وتتابع الإجراءات بالشكل الصحيح، وليست مهمة جدا لأنه مش موجودين في الموقع، غالبا موجود في الموقع مين؟ معلم، معلمة، مدير، مديرة، وكيل، وكيلة، مرشد، مرشدة، تمام؟ هذا الموجودين في الموقع هم الأولى في الاستجابة والتدريب والتعليم وكيفية الاستجابة لحالة الطارئ، هم مهام إدارة المجمع وإدارة الأمن والسلامة، دعم في التدريب وإعداد خطط، دعم في أنظمة مكافحة الحرائق، الدعم في التواصل مع الجهات المعنية، الدعم في وضع حلول استراتيجية لحالات الطارئة، المتابعة الشاملة لتقييم وتحليل خطة الاستجابة، لأنه خطة الاستجابة فيها تدريب وتأهيل
وتطبيق إجراءات داخل المواقع. طيب نكمل. هل أنا الآن لما أكتب خطة وأعطي مهام وهكذا يكفي؟ لا، لازم نكون من ضمن البرنامج في حاجة اسمها تدريب. يتم عقد تدريب قبل تنفيذ تجربة الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ. من هذه التدريبات في عندنا سكشن 1 أساسيات الإخلاء وأقواد حالات الطوارئ، 2 كيفية التصرف في حالات الطوارئ، 3 المناطق الخطرة والآمنة في المبنى، 4 أعلمه على طرق التعامل مع الطلبة لمنع الهلع والارتباك. وهذا ما يتم إلا من خلال التدريب. إذا التدريب ما هو مرتب وما هو ذات جودة وليس ذات كفاءة، حتشوفوا الهلع والخوف الممكن يحدث لقدر الله لو صارت في حالة طارئة. فلذلك التدريب في غاية الأهم. ندخل الآن لعمق البرنامج اللي بنتكلم عنه اللي هو الاستجابة لحالة الطوارئ. طيب نبدأ بسم الله. طيب نحن في الشركة الوطنية للتربية والتعليم وضعنا حاجة اسمها سيناريوهات. السيناريوهات هذه ايش هي؟ السيناريو هو عبارة عن تطبيق زي تمثيلي لحالات طارئة لكن كخطوات. يعني في عنا استجابة لحالة الطارئ للحريق، في عنا الاستجابة لحالة الطارئ لا مثلا ماس كهربائي، لا زلازل لا قدر الله، لا إسعاف أولي، لا كل الحالات اللي تقريبا الحالات اللي ممكن يعني تحصل داخل المرحلة عملنا لها سيناريوهات. طيب إيش السيناريوهات هذه؟ طيب ركزنا أكثر سيناريو لأنه أكثر الحوادث تحدث بسبب إيش؟ الحرائق. السيناريو الأكثر وركزنا عليه اللي هو سيناريو الحرائق. لاحظ في عندنا خطوة أولى آلية التدريب للطلبة. كيف ندرب الطلبة على الإخلاء والحرائق؟ مو والله أضرب جرس يلا أخلوا ويمشوا، لا، لازم فيه ستيب باي ستيب وخطوات نتبعها. الخطوة الأولى زي ما ذكرنا سابقا في أكواد، الكود ريد يعني في حريق، الكود جرين يعني في إخلاء، الكود وايت يعني في الكود الأبيض. طيب تطبيق خطوة الخطوة الأولى للحالات الطارئة، أول طريقة بسبب الحريق مثلا في إحدى الغرف ولم يتم السيطرة عليه استخدم الكود الأحمر. كيف نستخدم الكود الأحمر؟ يعني في حالة حريق صار. طيب الخطوة الثانية صار عندنا إخلاء يكون بالنداء فقط، يعني ندرب الطلاب يكون إخلاء إخلاء ويكون لكل فصل لوحده. يعني أنا أجي لكل فصل كلاس واحد لحاله أجي أقول لهم أنا أبغى أدربكم الآن على خطة الإخلاء لحالات طوارئ لا قدر الله، والتدريب حيكون لحالكم كفصل. مو لازم تسمعوا يا الطلاب تبلغوهم كذا، مو لازم تسمعوا طلاب جلس إنذار، ممكن أبلغكم بالصوت، ممكن في صفارة، ممكن أقول لكم إخلاء، ممكن يكون جرس حقيقي. فلما أبلغكم في حالة إخلاء من الشخص المسؤول داخل الموقع اللي هو مسؤول الطوابق أو مسؤول معين تضعوه أنتم كمسؤولين في المدرسة، فيعني أنا أخلي الموقع. فأقول لهم إخلاء إخلاء يكون لكل فصل لوحده دون جرس إنذار وباستخدام الكود الأخضر اللي هو الكود جرين. يتم إخلاء كل فصل لوحده ثم عودتهم إلى الفصل وهكذا مع الشرح للطلبة كيفية الإخلاء وأهميته ولماذا يتم التدريب بهذا الشكل. يتم إخلاء الطلبة من باب طوارئ محدد برمز. يعني أجي مثلاً أقول لهم في عندي أنا ضروري يكون لكل طالب أو مرحلة أو فصل، خلينا نقول فصل، بابين طوارئ. فأنا أقول لهم مثلاً أنتوا أطلعوا من الباب A، تمام؟ طب باب A معناته خلاص أنا هذا رمز الطلاب بهذا الكلاس، إنه يطلع من الرمز A خلاص أنا معرفتهم إنه هذا A هو مكان إخلاءهم. طبعاً ويرمز نقطة تجمع في الساحات الخارجية، يعني رمز يكون وقفه في المنطقة هذه، ويفضل إخلاءهم من الدرج أو ممر لم يعتادون على وصوله. يعني الطلاب بيطلعوا من درج معين، حاولوا تطلعوهم وتخرجوهم من مكان مختلف درج ما وصلوا إليه بشكل دائم، فهذا بيعتادوا على درج ثاني لحالات طوارئ. يجب أن تكون الساحات الخارجية نقاط تجمع في الطابق الأرضي وأن تكون ذات تهوية طبيعية ولا تكون مغلقة، ونسجل وقت الإخلاء على أن لا يزيد عن 3 دقائق. هذه أول خطوة في السيناريو الأول، السيناريو الحرائق، بنطبقها لكل فصل لحال. نيجي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية آلية التدريب كيف بتتم؟ طيب خلصنا كل كلاس لحاله، تمام. نيجي الآن الطريقة الثانية، تنفيذ خطة الإخلاء من خلال أول شيء سبب حريق في أحد الغرف لم يتم السيطرة عليه استخدم الكود الأحمر. الإخلاء يكون بالنداء أيضا، إخلاء إخلاء، ويكون كل طابق لوحده. الآن سوينا إخلاء أول شيء لكل فصل، نيجي وقت آخر بيكون بترتيب وجدولة، طبعا حوريكم الجدولة كيف يكون فيه
تنظيم لهذا الشيء، بنبلغ كل طابق لحاله، أخلاق أخلاق بيخلو كل طابق لحاله بدون جرس إنذار، وبنستخدم كود جرين. يتم تدريب الطلب على كيفية الإخلاء وأهميته وعدم التدافع والهدوء وعدم الذعر، مع شرح الطلبة كيفية الإخلاء وأهميته. يتم التوضيح للطلبة أن المرة القادمة سيكون هناك صوت إنذار، يعني يقول الطلاب الآن في كل طابق اللي أخلأتهم، ترى نحن طبقنا لكم الآن فصل لحاله، طبقنا لكم الآن إخلاء إخلاء لكل طابق لحاله، المرة القادمة حيكون في صوت إنذار، وحيكون يمكن يكون إنذار بالصفارات أو عن طريق الجرس الإنذار الموجود داخل المدرسة. يتم إخلاء الطلب من باب طوارئ نقاط تجمع، يجب أن تكون الساحات الخارجية نقاط تجمع في الطابق الأرضي أيضا. نحصر الطلبة ونتأكد من أعدادهم في الساحات الخارجية والتأكد من عدم تواجد أحد داخل المبنى من خلال الطابق، وبنسجل وقت الإخلاء على ألا يزيد عن 3 دقائق. خلصنا الخطوة الأولى والثانية، ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة بسبب أيضا حريق لم تتم السيطرة عليه، الإخلاء يكون بصوت جهاز إنذار باستخدام الكود الأخضر. خلصنا موضوع إخلاء إخلاء، تمام؟ الآن صوت جرس. يتم تدريب الطلب على كيفية الإخلاء وأهميته وعدم التدافع أيضا. يتم تدريب الطلبة على الخطوة الثالثة على الانحناء والزحف إلى الأرض، يعني ممكن يزحف على الأرض ويضع وياه قطعة قماش أو ترطيب كمامة أو أي جزء مع العبايات أو شيء مثلا ممكن يستخدموه، بحيث يتم ترطيبه وينزلوا على الأرض شوية ويزحفوا مثلا، أو ينحنوا خلفية. ليش؟ أنه بلغوهم ممكن يكون في انتشار للدخان في المنطقة هذه، فيجب انحناء عشان نسبة الأكسجين ولا يكون في اختناق لأحد الطلاب، تمام؟ يتم إخلاء الطلب من باب طوارئ النقاط تجمع في الساحات الخارجية، يجب أن يكون الساحات الخارجية نقاط تجمع في الطابق أيضا، حصر الطلبة وأيضا تسجيل وقت الإخلاء، وثم العودة إلى الوضع الآمن لول استخدام الكود وايت. إذا طبقنا 3 خطوات ب3 سيناريوهات مختلفة وهو عبارة عن حريق، لكن شنو فلاحظ إنه كيف التدريب بهذا الشكل؟ تدريب في وعي، في تفكير، في فهم، في استجابة من الطلبة، وعدم اللامبالاة اللي ممكن تحصل نتيجة إخلاء إخلاء وفقط ملي ورق إنه أخلينا المدرسة، تمام؟ طيب نيجي في خطوة رابعة وهي خطوة إضافية، إذا حبيتوها ولا لا، طبعاً هذا بتعتمد على حسب قدراتكم داخل المدارس والمجمعات. وجود حريق مثلاً في الطابق الأرضي، هذا الآن سيناريو مختلف جديد، سيناريو مختلف وجديد، صار في الطابق الأرضي حريق، لأن أنا ما أقدر أخليهم، ببلغ الطلاب. الإخلاء يكون بالصوت بكلمة إخلاء إخلاء وإلى سطح المدرسة، يعني سطح المدرسة بيصير فيه إخلاء أيضاً. ليش؟ لأنه منطقة مفتوحة، أنا ما قدرت أخليهم في الأرضي، فبنخليهم في السطح. طبعا إذا كان آمن ومنطقته آمنة وما يكون في خلل وأجهزة وأسلاك وكهرباء ممكن تسبب ضرر في حالة التدريب. طبعا يتم إخلاء كل فصل لحاله وعودتهم أيضا إلى الفصل الآخر، وكذا مع الشرح للطلبة كل فصل لحاله. يتم إخلاء الطالب من باب طوارئ نقاط تجمع إلى سطح المدرسة الإخلاء الجوي، يجب أن يكون سطح المدرسة خالي من المعوقات، تسجيل وقت إخلاء لا يزيد 3 دقائق، الانتباه على الطلب والأفراد أثناء التدريب على الإخلاء من عدم السقوط لا قدر الله والإصابات وغيرها، ثم العودة إلى الوضع الآمن. ذكرنا لكم 4 سيناريوهات، تطبيقها سهل مش صعب، تحتاج بس عبارة عن خطوات تدريبية وتوعية في داخل. طيب خلصنا نحن السيناريوهات، قلنا كل هذا الإخلاء، شفت الإخلاء اللي سويناه الآن والحريق، كل هذا سيناريو حريق، تمام؟ لكن بطريقة مختلفة. هذا الحريق اللي هو سميناه سيناريو واحد، لو تلاحظ كتبنا تحت في الأسفل في سيناريو واحد واحد واحد، هذا كله سيناريو حريق. سيناريو حريق هو حريق لا يمكن الاستجابة ليه ولا يمكن إطفاؤه، فسميناه سيناريو واحد بحيث أنه نخلي المدرسة لأنه حريق ما قدرنا نسيطر عليه. طيب سيناريو 2 حريق يمكن السيطرة عليه، سميناه سيناريو 2، اللي هو عن طريق أنه شمينا ريحة حريق، بحثنا عن الحريق، مباشرة نكافح الحريق. طبعا هل أخلينا هنا الموقع؟ لا، نتبع الخطوات اللي كتبناها أمامكم، وهي خطوات بسيطة ولا تحتاج هنا إخلاء، وهو حريق ممكن يكون بسيط، ممكن نطفى من خلال طفات الحريق، ولا يحتاج نخلي الطلبة في حالة قدرنا استطعنا أنه نستجيب للحالة الطارئة ونطفي الحريق مباشرة. سيناريو 3 سيناريو زلازل لا قدر الله أو اهتزاز مبنى، سواء خلل إنشائي أو بسبب الطبيعة.
طبعا المعلم معلمة يجب داخل الفصل إبلاغ الطلب وجود حالة طارئة، وأن الجميع يبتعد عن النوافذ ويحتمون أسفل الطاولات، واستخدام الكود يلو. الكود يلو خاص فيه الكوارث، وكل الطلاب لازم يبتعدوا عن النوافذ والشبابيك وأي زجاج، ويكونوا تحت الطاولات والكراسي. يجب على الطلبة تنفيذ التعليمات. بعد توقف الهزة الأرضية يتم توجه الطلب مباشرة من قبل فريق الاستجابة لوين؟ إلى نقاط الجمع. نقاط الجمع طبعا لازم تكون خارج المبنى، والاستجابة مو مباشرة أن أخلي المبنى، يجب أن يحتمي وبعدين أخليهم، لأنه ما أستطيع أن أخلي الطلاب وفي حالة اهتزاز، لأنه ممكن يسقطوا عليه وممكن تصير الأذى. فأنا أول شيء أحمي رؤوسهم والمناطق اللي ممكن قد تسبب لا قدر الله حالات وفاة. عدم أخذ المخلات الشخصية، التواصل مع أولى الأمور والجهات الإدارات المختصة والجهات المعنية، وعدم العودة إلى المبنى دون موافقة الجهات المختصة لهذا السبب. سيناريو 4، سيناريو أيضا مضاربة وعنف، اعتداء طالب على طامع طالب، نستخدم كود بلاك. يجب على كادر تواجد شجار بين الطلاب، إسعاف الطلبة من المصابين بسبب الشجار، وبنستخدم الكود بلو في حالة الإسعافات. متابعة الإجراءات المتعلقة برجوع الكاميرات والتحقيق والتواصل إذا كان طبعاً في مراحل دنين، والتواصل مع أولياء الأمور والتأكد عن عدم خروج الطلاب واستخدام العنف خارج المرحلة. مو أترك الموضوع صار في عنف، لا خلاص لازم أحل الموضوع داخل المدرسة، وأنا محافظ أنه ما يصير في عنف أيضاً خارج المدرسة. سيناريو 5، سيناريو إغماء، طالب وطالب أغمى عليه خلال تواجده في الفصل باستخدام الكود بلو. يجب على الكادر إبلاغ فريق الاستجابة لحالة الطالب من الطلبة أغيب عن الوعي. التعامل مع الحالة من خلال طبيب المرحلة أو شخص مختص في الإسعافات الأولى أو عنده تدريب. إسعاف الحالة والتأكد من أنه النبض والتنفس يعمل، لأنه هذا أهم نقطتين، وأنه بحالة جيدة. وفي حالة توقف القلب لابد ننعش الطفل أو الطالب أو الكادر أو الفرد. الرجوع للسجل الخاص بالإفصاح، يعني في عندنا مرات نرجع للسجلات، ولازم يكون عندنا سجلات. ممكن الطالب عنده سكر، ضغط، عنده صرع، عنده حالات مرضية، عنده عمليات سابقة، هذا السجل لازم نحدده دائما، لأنه بناء عليه ممكن أنا أستطيع معرفة سبب الإغماء. تمام؟ وبتواصل مع ولي الأمر وولية الأمر أو ولية الأمر في حالة السقوط. إبلاغ الإسعاف في حالة عدم الاستجابة، ونقل المصاب في حالة أنه أنا قريب من المستشفى على طول أنقله، ما أنتظر الإسعاف. يعني أنا ما أنتظر 5 دقائق 10 دقائق ما جاء الإسعاف وأنا الحالة عندي قاعد تتفاقم والمستشفى قريبة مني، فأنقله مباشرة للمستشفى. سيناريو 6، فقدان أحد الطلبة لا قدر الله. في حاجة اسمها كود البنك، وهو فقدان الطلبة. يعني حطينا سيناريو أيضا رقم 6، بعد انتهاء حصة الرياضة على سبيل المثال ولعب الأطفال بالساحة، وجد أنه الطالب أو أحد الطلاب أنه فقد. يجب أنه على فريق الاستجابة على طول مباشرة يبلغوا إدارة الحراس إغلاق المجمع وإغلاق جميع البوابات. خلاص إغلاق جميع البوابات، ونحصر الطلبة وإبقاء الطلبة في الفصول وحصرهم والتأكد وسؤال الزملاء وين طلع وين شفتوه وين تحرك. طبعا نفحص أيضا في كل المرافق في دورات المياه في داخل المدرسة. طبعا من خلال السيناريو هذا عثرنا على الطفل في أحد الساحات يعني مكتئبا ويبكي بسبب التنمر. ممكن سبب تنمر، ممكن يكون متخبي في موقع أو مكان وما يبغى يقابل الطلاب أو الطالبات، أو الطالبات ما تبغى طالب ما تبغى تقابل الطالبات زميلاتها بسبب حالات التنمر. وكذا بننهي حالة الاستجابة لحالة طارئة، وبنسعفها إسعاف نفسي بحيث أنه نعطيها معنويات أكثر ونفهمها، ونستدعي ولي أمره في حالة طلب ذلك، أو في حالة أنه لازم نطلب الحالة في حالة تفقد. سيناريو 7، تسرب مواد كيميائية في المختبر، خلل في أحد الأنشطة مثلا في المختبر، صار في مواد كيميائية، في حاجة اسمها الكود أورنج. يتم إخلاء الطلبة إخلاء جزئي من المختبر، ما أخلي المدرسة، ما أخلي المجمع، ما أخلي المرحلة، أنا أخلاء جزئي لأنه صار في الحالة هذه. بتم التعامل مع حالات الكيمياء في الاستجابة لها عن طريق حاجة اسمها الـ SBS، وهي أني حاصل المادة الكيميائية، وفي شنطة متعلقة في الاستجابة للحالات الطارئة الخاصة في التسرب المواد الكيميائية اللي هي الـ SBS، وأستجيب لها وأتعامل مع الحالة الطارئة كإسعافات أو طوارئ أو حرائق من خلال الـ SBS. سيناريو 8، حريق في حافلة.
أيضا حفلات ممكن تحدث فيها حريق خلال تواجد الحافلة إلى رحلة مدرسية مثلا، اشتعلت المركبة، يتم استخدام الكودريد، تتم المحاولة في إطفاء الحريق من قبل السائق والمرافق، لذلك يجب تدريبهم. يجب على السائق والمرافق أو المرافقة فورا إبلاغ فريق الاستجابة أنه في عندنا إخلاء، يتم إخلاء الطلبة من الحافلة ومساعدتهم على ذلك في مكان آمن بعيد عن الطريق، يتم إبلاغ الإدارات الجهات المعنية إلى موقع الحافلة وإبلاغ ولي الأمر. وممكن على طول نحن عندنا طبعا في حالة زي كذا، حالة حريق أو توقف أو عطل، على طول مباشرة عندنا حالات يعني اللي هم يسموها حافلات احتياط، مباشرة بيرسلوا أقرب حافلة مثلا بالموقع القريبة منها، ترسل لهذا الموقع بحيث أنه يعني يصعد الطلاب إلى حافلة بديلة مباشرة. سيناريو 9، تسرب مياه الأمطار لا قدر الله. خلال فصل الشتاء مثلا هبط أمطار شديدة وتسرب الداخل مبنى، نستخدم الكود يلو. طيب يجب إبلاغ الكادر في الاقتصاد الحالة الطارئة بأنه تأثرت سلامة المبنى وممكن تحصل ماس كهربائي نتيجة التماس زيجة المياه. الفريق الاستجابة مباشرة بيروح بيغلق اللي وفصل التيار الكهربائي، الانتباه بالحذر من استخدام القاطع وفصل التيار في حال تسرب المياه عليه. يجب إخلاء الطلب من موقع فيه تسريب وتهديدهم إلى الطابق، تهديدهم وتوجيههم إلى الطوابق مثل الأول أو الأرضي أو البعيد عن تسرب المياه، لأنه ممكن يسبب لهم خلل داخل الفصل أو الكلاس أو الموقع. سيناريو 10، انتشار عدوى. أيضا خلال تواجد الطلبة في اليوم الدراسي ظهرت هناك مثلا أعراض جهاز تنفس، ليست خلال الكوفيد 19 لكن أي مرض عدوى ممكن يحدث داخل المدرسة، يجب أن نعزل هذا الطفل ونبعده ونتواصل مع الأمر لإجراء الفحوصات الطبية المعينة. هذه 10 سيناريوهات شرحناها بشكل مختصر، ونحن عادة بنطبقها حسب جدولة وتنفيذ. خلينا نتابع كيف نطبقها. طيب وضعنا تعليمات عامة، في حالة أنتوا تريدوا تطبقوا هذا الإخلاء كيف الحالات تعليمات عامة؟ لازم نرسل بريد إلكتروني، لازم نرسل واتساب للموجودين داخل المدرسة، لازم نبلغ عن طريق ورقة مثلا نكتبها على الفصول، يجب أن نفتح أبواب الطوارئ المتجهة لنقاط التجمع، منع المركبات المتوقفة داخل المبنى أو أمام المبنى نهائيا، التأكد من دخول إلى المكالمة الجماعية، نعمل مكالمة جماعية لفريق الاستجابة لحالة الطوارئ أو مجموعة واتساب مثلا أو أي طريق برنامج، بحيث نستخدم زي اليوكي توكا أو أليس الاتصال، يكون اتصال جماعي بحيث أنا لوقت الحالة الطارئ الكل يكون معاه في اتصال جماعي. عدم تمام الساعة المحددة للإخلاء، سيبدأ فريق الاستجابة بإطلاق صفارة الإنذار والإبلاغ ولبس سترة السلامة. ليش نلبس سترة السلامة اللي هو اللبس الفسطوري؟ للتمييز فقط، يعني نميزهم بلون مختلف بحيث أنه هذول المسؤولين عن حالة الاستجابة لحالات الطوارئ. يعلن فريق الحالة الطارئة عن وجود حالة طارئة ويطلب منهم اتباع تعليماتهم، يأخذ الطلب فقط المقتنيات الشخصية فقط وليس الشنط للتوجه للمكان العام. إغلاق الأبواب والكهرباء مهم جداً، يمكن عمل سيناريو إنقاذ التعامل مع حالة طارئة. نقول والله أنا أبغى أعمل سيناريو إنقاذ إني أنا أنقذ طفل أو كأحد الكادر وأتعامل مع الحالة الطارئة، خلال الطلاب يتعلموا إنه ممكن يشوفوا حالة زي كذا، يكونوا يشوفوا في حالة إغماء بحيث ما يصير عندهم هلع لما يشوفوا في حالات أمامهم، ويكونوا متدربين إنه في طفل طايح أمامهم، مو أول طيحة أو أول سقوط يصير فيه تشنج، لا يكونوا يشوفوا هذه الحالات أمامهم بحيث إنه كل ما رأوا الحالات هذه بيصير عندهم وعي أكثر وفهم أكثر للتدريب. يمنع الطلبة دون 18 سنة مكافحة، ما تقولون لهم والله كافح الحريق، لا يعني دائما التدريب يكون للفوق 18 سنة لأنهم غير مخولين للتدريب، ممكن يحدث حالات في خلال التدريب اختناق أو حريق لا قدر الله بسبب التدريب الخاطئ أو استنشاق المواد البودرة أو غيرها اللي هي مواد كيميائية ممكن تأثر على الصحة. أعمل جدولة، مهم جدا نعمل جدولة للاستجابة لحالات الطوارئ، أحط اليوم التاريخ بالضبط، أرخ هذه الأمور بالكامل، ومتى أطبق أي سيناريو أي خطوة أنا محتاج أطبقها. لازم يكون في تحليل نتائج وتقييم للحالات الطارئة اللي طبقتها، أعمل مثلا نموذج تقييم بسيط، اليوم التاريخ، هل الجميع ملتزم، مدى الالتزام، مدى الملاحظات، في ملاحظات معينة على مراحل، في ملاحظات معينة اكتبوا هذا الشيء، هل التطبيق ممتاز جيد ضعيف، لازم يكون في تقييم. في مخالفات لازم أحاسب الجميع عليها، ويكون في المخالفات هذه عدم التزام بالتعليمات، وقوف المركب بشكل خاطئ، عدم التزام بالخروج من الدرج،
أخذ مقتنيات غير لازمة خلال الأخلاق، التدافع، التأخر بالحركة، عدم المبالاة، عدم الالتزام بالوقوف في نقاط التجمع، عدم الالتزام بخطة الطوارئ وتعليمات، وهذه مخالفات في التدريب. في أدوات تدعم الخطط الإخلاء والاستجابة مثل كروك الإخلاء، الصفارات، الإسعافات الأولية، السترة، الجهاز النداء، الأقمع المرورية. طيب مدة الإخلاء، مدة الإخلاء لازم لا تقل عن 3 دقائق. طريقة وقوف المركبات لازم تكون بشكل معاكس، اللي هو الوقوف بطريقة الريوس وليس الطريقة هذه. ليش؟ لأنه قدر الله ممكن نحدث حالات إخلاء حقيقية، فمن السهولة لازم تكون المركبات تكون واقفة بالريوس بحيث أنها تسهل عملية الإخلاء. ممنوع استخدام المصاعد، استخدام الدرج. نبلغ الجميع ما يجوا، مثلا النساء ما تيجي مثلا بالكعب، والشباب ما تيجي بالأحذية النعال. ليش؟ لأنه ممكن يتسبب هذه الأحذية بعرقلة الإخلاء، ولازم يكون جهاز يعني أحذية مريحة في خلال التدريب. متعلقات الشخصية لازم نبلغهم ممنوع يستخدموها، نبلغهم بالتدريب على الانحناء، وضع قماش مبلل، نبلغهم بمنع التدافع، ممنوع دخول الزوار خلال تنفيذ الإخلاء. نقاط التجمع لازم تكون ساحة مفتوحة للهواء الطلق، بعيدة عن المبنى قدر المستطاع، في منطقة مفتوحة في الطابق الأرضي قدر المستطاع. يتم استخدام السطح كنقاط تجمع في حال تعذر الوصول للطابق الأرضي. يكون تجمع الطلبة والكادر بعيدة عن أي مخاطر، يعني ما يكون نقطة تجمع قريبة من مكان ممكن يشكل خطر عليهم. يجب أن يكون تجمع الطلبة بشكل آمن ومنظم، حصر الطلبة داخل نقاط التجمع. كروك الإخلاء ببساطة، يعني ما تحاول نجيب الكروك يكون معقد يا جماعة الخير. لكروك الإخلاء فقط وضحوا مثلا اسم الكلاس أو الفصل ورقم المخرج الخاص فيه ونقاط تجمع. ما في داعي نفصل في كروك الإخلاء، نحط تقسيمة هندسية وهذه إنذار وهذه طفاية وهذه. التفصيل الدقيق هذا ممكن يحدث عندنا خلل. فبساطة الشرح وبساطة الكروكي مهمة جدا في وضع تعليمات للطلبة وسهولة قراءتها في حالة صارت إخلاء الحقيقة. من المهم جاي أيضا جدا، هذا أحد مدارسنا طبعا، من المهم جدا أنه عن طريق الجوجل ماب أو عن طريق برامج الخرائط، يعني يكون في تصوير للمنطقة والمجمع والموقع، ونعرف وين مثلا أقرب يعني اللي هو مستشفى قريب منا، أقرب دفاع مدني قريب منا، أقرب جهات أمنية قريبة عنا، النقاط التجمع وين بتكون، الشوارع كيف مقسمة، بحيث يكون عندي سيناريو قراءة عامة من عن طريق الأقمار الصناعية. من المهم جدا في مواقع مهمة في حالة الاستجابة لحالة الطوارئ، اللي هي توثيق خطة الإخلاء المتعرفين عليها، استمارة نور الأمن والسلامة، هيئة الهلال الأحمر أيضا فيها برامج مهمة وتوعوية، لوائح تعليمات الدفاع المدني وما يتباعها من كود سعودي وغيره، إجراءات صحية وقائية يجب الرجوع عليها كبيانات، ونحن عندنا أيضا كإدارة سلامة وصحة مهنية أيضا عندنا موقع يحتاج طبعا معلومات، يعني يحتوي على معلومات كثيرة في أنظمة وتحليل. أيضا هذه يعني بخلينا نقول بنعمل فيها مرجعية للجميع في حالة الاستجابة لحالات الطوارئ. تطبيقات هامة، في تطبيق فزعة وتطبيق كلنا أمن وأسعفني وتطبيق نجم وتطبيق بلدي، كل هذه التطبيقات مهمة جدا تنزلها على الجوال. على تطبيق فزعة ممكن أيضا أنت مثلا تستجيب لحالات الطوارئ من خلال تفعيل الموقع الخاص فيك، يعني موقعك مثلا أنت في المدرسة في استراحة في البيت، بتحدد اللوكيشن مباشرة فقط لصار في حالة طوارئ، تدخل على التطبيق وتبلغ مباشرة. تطبيق أسعفني أيضا من التطبيقات اللي ببلغ، طبعا في بعض إلى الآن طبعا 997 ما توحد مع 911 هي حالات طوارئ بشكل عام، لكن 997 ما زال من الحسابات الأولية. نجم مراتب نحتاجه لما تصير في حوادث مرورية، بلدي بنحتاجه لما يكون في منهول مفتوح أو مثلا مطبات أو مثلا معلومات، يعني في أمور أو حاويات أو مثلا حيوانات إلى آخره مفترسة أو حشرات يبغى لها رش. فكل جهة ممكن أنت تحتاجها في تطبيقات مهمة داخل الاستجابة لحالات الطوارئ. كده تقريبا شرحنا الجزئية الأولى اللي متعلقة في الاستجابة لحالات الطوارئ. هندخل للجزئية الثانية وبعدها إن شاء الله ندخل في
موضوع الأسئلة والإجابات بإذن الله. طيب طبعاً أنظمة لوائح الدفاع المدني والأكواد في غاية الأهمية، أنا هختصر لكم إياها. الآن النظام، إيش هو النظام في الدفاع المدني والأنظمة الإخلاء والطوارئ؟ النظام يجب أن يكون للمدرسة أو المنشأة شهادة سلامة. شهادة السلامة لازم تكون تحت مسؤولية المكتب الهندسي. في مكاتب هندسية اسمها مكاتب هندسية معتمدة من الدفاع المدني، هي مسؤوليتها وضع مخطط، وضع تقارير فنية، ووضع تقارير تركيبات، وكل هذه التقارير اللي بتشوفوها هذه لازم تكون تحت مسؤولية مكتب هندسي. المكتب الهندسي هذه بيشرف على تنفيذ الأعمال من مقاول. مقاول بيجي بيشتغل، بيركب لك مثلاً الطفايات، ويركب لكم المضخات، بيعمل لكم الإنذار، بيركب هذه الأنظمة كاملة. وفي كود للمباني القائمة، وفي كود للمباني الجديدة، تمام؟ وبنرجع للكود السعودي في الحالات هذه. فكل الأكواد هذه بترجع لكود أمريكي اسمه الكود NFPA، ولوائح NFPA، وهي أكواد أمريكية يتم الرجوع عليه. قبل بنطبق أنظمة الدفاع المدني ولوائح وهذا، لازم الرجوع لحاجة اسمها سلامة مبنى. هل المبنى أصلاً سليم إنشائياً، سليم بيئياً، سليم ميكانيكياً، سليم كهربائياً؟ هذا المبنى لا، هل هو سليم يعني بتصميمه، بكفاءته، بأنظمته؟ لازم الرجوع لسلامة المبنى، والحصول أيضاً على تقرير سلامة مبنى. الخطوة الثانية وجود المخططات، ولازم يكون في مخطط هندسي معتمد من قبل مكتب هندسي. الخطوة اللي بعدها في شهادة استلام أعمال وشهادة التركيبات في غاية الأهمية، وهي ملفين مهمات يجب فتحها في أقرب مركز دفاع مدني للمدرسة. نأتي للوحة الإنذار الكواش. لوحة الإنذار الكواش في لوحة يعني موجودة، عبارة عن لوحة ترتبط في أنظمة الإنذار، يعني لوحة ما بتطفي لك الحريق، هي لوحة بس بتبلغك إنه في حريق. لوحة ممكن تكون لو ذكية شوية أو نظامها قوي ممكن ترتبط في الدفاع المدني، تروح تبلغ مباشرة في حالة إنذار مباشر، يعني ترتبط مع، يعني تصير لحالة فيها اتصال، تتصل لحالة في الدفاع المدني 998 أو 911 وتبلغ الرسالة اللي أنت تحتاجها، تمام، مباشرة في حالة إنذار. وفي عن طريق أيضا لوحات الإنذار الذكية ممكن تكون مرتبطة في نظام مصاعد، في نظام تكييف، في نظام سحب دخان، في أنظمة موجودة داخل الإنذار، لكن هي فقط يعني خلينا نقول أنظمة متعلقة في الإنذار والإبلاغ. أبواب الطوارئ لازم تكون دائما مغلقة وليست مقفلة، وتكون يعني يكون يخرج الطلاب إلى مواقع آمنة. أنا عارف كثير من المدارس بواجهوا مشكلة من يعني طلوع الطلاب من المدرسة، وممكن هروبهم أو مثلا حركتهم بشكل غير مناسب، لكن هذا حلها يعني ممكن تركيب الكاميرات، ممكن وجود مسؤول طابق في هذا المكان، ممكن تعمل صوت انذار مع الباب نفسه في حالة ضرب الباب بيعمل صوت انذار عالي، ممكن هذا الباب يخلي على الساحة بس ما يخليه على خارج المدرسة، يعني ممكن ضبطه. ويعني التشديد في هذه الناحية، نحن عندنا مدارس صراحة أبواب الطوارئ مفتوحة وعلى الشوارع، لكن ما بيسترجي طالب يطلع. ليش؟ لأنه البيئة آمنة وصحية ومحفزة، مهم جدا هذا الشيء، ما بتفش الطفل. عندنا أنشطة وتعليم جميلة، بالإضافة للرقابة، في يعني كاميرات مراقبة، الطالب اللي بيمسك مثلا في حالات معينة بيكون عبرة للجميع، إنه الله معاك مع السلام، بيجيبوا ولي أمره يلا امشي، يعني ما في داعي إنك تبقى هنا، خلاص بينذروه، بيعملوا له إنذار وتعهد، ما بيحرم إنه يعمل حالة زي كده، تمام؟ إنارة الطوارئ أيضا مهمة، عبارة عن إنارة أشوف وين مخرج الطوارئ في حالة انقطاع الكهرباء، أيضا في إنارة تشتغل لي عندي بحيث أنه لو طفت الكهرباء هذه تكون بديلة. مضخة الحريق من الأدوات المهمة جدا، وهي مضخة مركزية بتقوم بضغط الماء لإطفائه، اللي هي بتشوفوها اللي هي الخراطيم الحريق أو الرشاشات الماء. هذه المضخة يعني بتكون عبارة عن ثلاث مضخات، مضخة كهرباء، مضخة ديزل، ومضخة جوكي. يعني لو قطعت الكهرباء تشتغل مضخة اللي بتشتغل على نظام الديزل بحيث انها ما تتعرض للتوقف في حال صار حريق. هذه المرشات الآلية في بعض المباني القديمة اكيد مش موجودة، لكن المباني الحديثة واللي مساحتها كبيرة نوعا ما لازم تركيب هذا النظام، بحيث انه هذا النظام لو وصلت نار
لحالها بتصير الماء يتدفق في داخل الفصل أو الكلاس لإطفاء الحريق. خرطيم الحريق أيضا من الأدوات المهمة في داخل المنشأة، وطبعا تطفي فقط الحرائق اللي ما تتعلق في الكهرباء نهائيا. وصلات منافذ الدفاع المدني يجب الاحتفاظ بها وحمايتها وإبعاد وقوف المركبات بالقرب منها. طفايات الحريق، والكل طبعا نتابع موضوع طفايات الحريق. طفايات الحريق هي عبارة عن طفايات تستخدم لإطفاء الحرائق، اللي ممكن يعني عندنا أكثر نوع اللي هو البودرة، ونوع البودرة بيطفي أغلب أنواع الحرائق. CO2 بنستخدمه في غرف المختبرات أو الكهرباء. في الفوم بيستخدم اللي هي المواد اللي هي المشتقات النفطية وغيرها. الماء مهم جدا أيضا في الخشب أو الورق، ويفضل أنا شخصيا أدرب فيه الماء، لأن التدريب في الماء ما بيحدث نواتج دخان أو نواتج اللي هو البودرة، فالتدريب عليه برضو مهم جدا يكون موجود عندي. عند الويت كيميكال بتستخدم للمطابخ، وفي أنواع ترى أكثر من كذا، لكن هذا اللي متواجد معانا. وكذا كذا بكون احنا شرحنا الجزئيتين الخاصة في البرنامج، ونسأل الله السلام للجميع. إن شاء الله يكون خدمناكم وفدناكم في التقديم لهذا البرنامج، وما شاء الله الحضور يعني وصل عدد جيد، وإن شاء الله تكون استفدتوا أهم شيء من طرح البرنامج والمعلومات اللي فيه. طبعا حاعطي المايك لإدارة شركة المنصة عناب، والمنصة المسؤولة عن تنظيم البرنامج، أعطيهم فترة إذا عندهم معلومات حابين يذكروها الآن، وبعدها حرجع إن شاء الله لموضوع الأسئلة والاستفسارات. أستاذ أمل، المايك معك. يعطيك العافية، شكراً مهندس فارس. يعني حقيقة كانت محاور ما قدرت أحرك رأسي يمين ويسار من جمال وغزارة المعلومات الموجودة. الآن ممكن تأخذ الأسئلة والاستفسارات من المشتركين الخاصة بالجلسة. قبلها ممكن يعني فقط أشارك معاكم جزئية، أنه هذه الجلسة كمان مسجلة وسيتم رفعها على المنصة في الجلسة في تبويب اسمه الجلسة التدريبية المباشرة منطقة القصيم. حوريكم الجزئية وين عشان تكون واضحة في حساب الدورة نفسها. حتلاقوا الجلسة التدريبية لمنطقة القصيم، يعني خلال يومين إن شاء الله حتلاقوا هنا مرفوع رابط التسجيل، أوكي، اللي فاتوا جزء منها. يعطيك العافية، شكراً. طيب، شكراً أستاذ أمل. خلينا نجي للاستفسارات الفنية. طيب يوسف، سيد يوسف سألنا على موضوع أكواد خاصة لفريق عمل للسلامة، أي ممكن تعملوا أنتم خاصة لكم في المدرسة أو المجمع أو المكان أو الإدارة وتشتغلوا عليه؟ هل يمكن تحصل على هذه الأوراق التنظيمية؟ نعم، من خلال منصة عناب. بالنسبة لسؤال محمد الحربي، شكرا جزيلا. كل مدرسة 2 من مسؤول الأمن يتم تعيينه من قبل الوزارة بعد تدريب وتدريب جيد، ممكن تكون مسمى الأمن المدرسي. نعم، ممكن هذا طرح، يعني خل أقول هذا عبارة عن طيب، ممكن هذا تكون، بس هذه مع المقترح. في حال تطبيق خط اللق بعد تدريب فصول تدريب كل دورة، هل يجب على بلاغة من يسكن هذاك المنطقة؟ نعم، مو اي لازم تبلغوهم الأستاذة فوزية. نعم، بلغوهم انه بعد ما تخلون كل طابق مع طابق، فممكن انتم تبلغوهم انه في اخلاء حيكون كلي. نعم صحيح. تمام،
بالنسبة للأستاذ عواطف، إيش أفضل أسرع طريقة لفتح الباب المقفل على الطالب مثلا بدورات المياه؟ حسب نوع الدورة، يعني دورات المياه مثلا يعني اللي هو الكود والتصميم ما يكون دورة المياه لها مفتاح زي المفاتيح اللي في البيت وكذا، لا يكون لها اللي هو النوعية اللي ممكن تفتحها عن طريق اللي من الخارج، تمام، حتى يتم إخلاء الطلاب. طيب إيش في أسئلة ثانية؟ طيب بس إيش المقصود بالسلامة الميكانيكية؟ السلامة الميكانيكية اللي هو سلامة المصاعد، التكييف، أي أدوات وتجهيزات ميكانيكية داخل المدرسة، الله يكرمك، الصرف الصحي والتمديدات، هذه كلها تعتبر ميكانيكية. هل أجهزة الإنذار أستاذ أمل بتسأل مرتبطة بالنظام الدفاع المدني؟ لا غالبا لا، أنا بعرف أنه لا، لكن هل ربطوها جديدا؟ ما أعتقد ربطوها، لكن هي أنظمة مستقلة غالبا، لكن في أجهزة ممكن تطلبوها لكن مكلفة شوي، بتبدأ تربطوها مباشرة ويكون لها شريحة وتتصل مباشرة ويتبلغ لها، لكن يعني محتاجة شغل كبير وصيانة وكذا، ومحتاجة شخص مختص يكون فيها. طيب أنا شايف الأسئلة، إيش في كمان أسئلة؟ في واحد يقول لي سؤال هنا أعتقد مهم أيضا، إذا حدث حريق برا المدرسة قريب من المدرسة ملاصق، ما هي الإجراءات؟ إذا كان بيأثر على المدرسة يخلو الطلاب إلى موقع خارج المدرسة أو بعيد عنها أو في الساحات، طبعا إذا كنت تقدروا في الساحات. في بعضهم يقول لي أنا ما عندي ساحات، إيش أسوي يا مهندس؟ ما عندك ساحات خليهم برا المدرسة، يعني اختصار يعني ما تترك الموضوع، وخلاهم برا المدرسة لازم يكون منطقة آمنة خارج المدرسة، يعني أكيد في ساحة فاضية، أكيد في مواقف، مستحيل برا المدرسة كلها مشغولة، يعني لابد في منطقة تقدر تخليهم فيها، ابعد السيارات وخليهم فيها. الأفضل للدربزين يكون شبك حديد أو يكون جدار لأنه في مبنى مستأجر. الدربزين إذا كان حديد لازم يكون فيه له مواصفات والجدار له مواصفات، لكن الأفضل طبعا الخرسانة أكيد. كيف الفتح يعتمد؟ أنا ما أعرف اللي بيسأل ناصر ولا مين، ناصر، أي ناصر اللي بيسأل عن طريقة فتح دورة المياه. حسب دورة المياه، كل دورة المياه أستاذي الله يعافيك لها نوعية مختلفة عن أنا ما عندي النوعية عشان أشرح لك الآن أو الشكل. طيب أنا أقفل الباب. طيب أي عادي أكيد، يعني حالة طارئة أستاذة روعة، لو صارت حالة طارئة أكيد وما قدرتوا تخلون في المدرسة أكيد حتخلون خارج المدرسة أكيد. طيب أنا أعتقد كذا وصلنا إن شاء الله لجميع الأسئلة والاستفسارات. نسأل الله إن شاء الله أن يكون اللي شرحناه يكون مهم جدا وتستفيدوا منه. بالنسبة للأستاذة نورة، صحيفة السلامة تأخذوها من إدارة المختبرات والتجهيزات المدرسية، بتحصلوا منهم وتطلبوها منهم. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، إن شاء الله يكون فدناكم وأعطناكم المعلومات اللي تخدمكم إن شاء الله واللي تستفيدوا منها. زيادة المعلومات عن الكوب، شفت الكوب المثال دائما نشرحه، زيادة المعلومات ممكن تفقد المعلومات كلها وما تستفيد منها. كويس المعلومات اللي أخذتوها الآن هي نسبة جيدة، وإن شاء الله تكونوا تستفيدوا منها في حياتكم العملية. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تحياتي لكم جميعا. يعطيك العافية مهندس فارس، شاكرين لك وللحضور جميعا على تشريفكم لنا اليوم. استفسارات بس الإجابة عنها شفتها في الشات، اللي عندهم أي استفسار بخصوص الحضور احنا عندنا تقارير تطلع من زوم لكل أحد حاضر اليوم، فإن شاء الله ما تشيلون هم، يعني موضوع الحضور أبدا ما هو مشكلة بإذن الله. أهم شيء إنهاء المحتويات على المنصة للمرشحين، طبعا ممكن اليوم يكونون معانا حضور غير مرشح للدورة، لكن تقدرون تكلمونا على الرابط اللي وضعناه في المحادثة.
وبإذن الله رح نقدر نساعدكم. الشهادات رح نبدأ بإصدارها بإذن الله خلال الأسبوعين القادمة، وطبعاً الشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمدة كمان تقدرون ترفعونها في نظام فارس، فهذه الدورة والشهادة كلهم معتمدين بإذن الله. شاكرين لكم جميعاً، وأي استفسار آخر، أي مشاكل في الحضور، في الالتحاق، عندكم أي استفسارات، إحنا موجودين يعني بإذن الله طول اليوم على المحادثة المباشرة ونقدر نساعدكم. شاكرين لكم جميعاً. اليوم هو آخر يوم جلسة مباشرة بإذن الله، البقية اللي باقي لكم من الأيام يعني يفضل تكملون المحتويات وتنهونها عشان نقدر نصدر لكم الشهادة من أوائل الناس بإذن الله. وضعنا لكم رابط المحادثة والدعم الفني، تواصلوا معنا عليه وبإذن الله الاستفسارات كلها رح نجيبكم عليها. شاكرين لكم حضوركم، وننهي الجلسة الآن.